السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بصحة وسلامة. عدنا أخيرا، عدنا إلى المتعة، عدنا إلى الحياة في الفيفاوية. نزلت إيش؟ قباين من الطقم اللي لابسه، والطقم اللي قبل شوي اللي حوريكم هي الحين بعد شوية على مر العصور، وعطنا المقدمة حقتها. I done did a lot of things in my day. I admit it, I don't take back what I say. If I said it, then I meant it. All my life I won a Grammy, but I probably never get it. I ain't never had no trophy or no motherfucking ribbon. عدنا اخيرا على مر العصور، وهذه المره حتكون برعايه ار بي جيرزي. اذا انت تشجع البرازيل وتحب الظاهره، اذا انت تشجع هولندا ودك بتيشيرت كلاسيك، تجيب لاعب من اللعيبه الايكونز زي بلانك مع مارسيليا، اذا انت تحب ادريانو، اذا تحب الزيزوه ودك بتيشيرته، اذا ودك في تيشيرت معين من سنه معينه زي كاس العالم 1998، ولا ودك بتيشيرت الظاهره اللي كان مع البرشا وقتها، كان التيشيرت هذا الاسطوري. طبعا كل التيشيرتات اللي شفتها هذه أصلية، مو معاد تصنيعها من سنة التصنيع. ولكن تعرف إيش كمان؟ الشيء اللي حوريك هذا هو الحين ما تشوفه إلا عنده آر بي جيرزي. عندك الشيء الفخم هذا، صح إنه ميلان لكنه فخم. هذا التيشيرت من أتوقع الثمانينات إذا ما خاب ظني، لكن معاد تصنيعه، لكن مو تقليد. الرجال تعبان ومتفق مع الراعي، متفق مع ذول على إنه، ومتفق مع ميلان على إنهم يصنعوا مرة ثانية نفس التيشيرت. في من هذا ميلان، وفي اتوقع نابولي يوم فاز مارادونا بالدوري، وفي سامبادوريا، وفي نابولي الاحمر، كلها معاد تصنيعها بشكل رسمي اصليه. واصلا برضو كان يلبس القطن. صراحه التيشيرت هذا من افخم التيشيرتات. عندي حق انتر مو معاد تصنيعه، نفس الشيء لانه رسمي. هذا اللي يعجبك فيه. طبعا هو حيكون الراعي لسلسله معلى مر العصور. في كود خصم حيكون B22 اذا ودك تشتري منه شيء. الموقع حيكون تحت في الديسكريبشن، ونروح على المقطع اللي حنشوف فيه التشكيلات اللي سويتها، وحيكون فيه اضافه بسيطه على انه نكون بس تشكيلات ونوقف. ويلا على فيفا. طبعا البازاري هي اول تشكيله حنلعب فيها، نصالحهم بما انه اخر سنتين ما لعبنا في التشكيله حقتهم، وهذه هي التشكيله تسريب للمقطع الجاي. ايش رايكم؟ والحين نروح على التشكيلات. مانشستر يونايتد، تشيلسي، ليفربول، ارسنال، اليوفي، انتر، ميلان، مدريد، بارسا، فرانس، برازيل. وهنا تبدا المكسات، وطبعا حنستقبل منكم المكسات في الكومنتات. والحين نروح تشكيله حبه حبه. مانشستر يونايتد للسنه هذه اقوى من السنه الماضيه. عندك راشفورد جديد، روني واخيرا وسويناه وحنسويه قصدي وحنلحق عليه، برونو فرنانديز، بيكم، كلهم جداد. السنه هذه مانشستر كله جداد وفريق قوي ممكن نستمتع فيه بشكل جدا كبير. طبعا المحاور اللي حيلعبوا بيكم وبرونو، وقدام حيكون في كريستيانو، كانتونا، وروني، وراشفورد. يمكن 4-2-2 او 4-2-3-1. في الدكه عندنا بوجبا وبست، والثنائي طبعا الايكون الجديد فيديتش، والثنائي ريو فيرديناند فيديتش مع شمايكل. ونروح على التشكيله اللي بعد. التشكيله الثانيه البلوز، ما نروح بعيد. في الدوري الانجليزي عندك ايتو جديد، البيبي لانه مع تشيلسي، زولا، دروغبا، خلت، كانتي. صراحة أجيب خلت المد يعني حتى لو أنه البيبي هو اللي مع تشيلسي، لامبارد اللي ما ينفع نسوي تشكيلة بدونه، بيتي وديساي في الدفاع لأنه ما في ديفيد لويز دي فلاش باك، وعندنا الايكون الجديد أشلي كول، والايكون الجديد بيتر شيك. هنا حيكون في بطاقة جديدة توها نازلة، روبن طبعا حيكون في الدكة. عندنا بطاقة جديدة فريش توها نازلة، توها نازلة، طاقتها 87 إذا ما خاب ظني، جيمس. ونروح على التشكيلة اللي بعدها. ليفربول مع النينو، لاعبي من لعيبة المفضلة عندي صراحة وجدا متحمس. حيكون في الدكة طبعا صلاح، عندك ما في الهجوم سواريز وتوارس وداغليش، ماني، فيرمينو راح علي الفريز للأسف، جيرارد، والدفاع
الخط الدفاع الموجود الحين كلهم موجودين، أرنولد، روبرتسون، الحمد لله نزلوا كرت، فان دايك، كوميز وأليسون، ونروح على التشكيلة اللي بعدها. صراحة التشكيلة هذه يا أخوان والله أنا أعتذر لكم يا أرسنالية، أتوقع حنضطر نحطكم مع فريق عشان نقدر نطلع فريق أقوى نستمتع فيه. ظالمينكم الشباب فيه يعني، بس هنري القوي المفروض أنه مر الهنري أشوف أنه المفروض يكون من السوبر اللي يكون زي إيزيبيو وبيلي وزيدان، وهذا هنري معاهم ترى يا والله هنري معاهم حرام. بيركم برضو مرة قوي المفروض يكون. على العموم التشكيلة لك عليها والله هتدمرني في الملعب، هحاول أضمكم مع فريق أو أنكم راضين نلعب بالفريق هذا ما عندي مشكلة، ما أتوقع ما حكمل الفوت يعني جول 3 ونطلع مباريات ممتعة وصلى الله وبارك. إن كان ودكم نجمعكم من فريق نسوي المكسح، هتشوف نظام المكسح الحين. روح على الفريق اللي بعده، فنوقف نحن عند اليوفي يوفنتوس، وممكن أنتظر إلين ينزل المومنت يعني، أخلي الفريق هذا على خير حتى الانتر عشان نفسي ألعب بالظاهرة مومنت، ونفسي ألعب ندفيد مومنت كان كويس كام، لكن هذه التشكيلة لو لعبنا فيها بدري كريستيانو رونالدو، ديل بييرو، ديبالا، فييرا، زيدان، بوغبا، عودة مرة أخرى للديار، طبعا ما هيكون هنا مكانه عشان الكيمستري، زامبروتا، كانافارو، كيليني، هذا سي دي ام أول مرة أدري تصدق، أخ بوس، كوادرادو، وفاندر سار أو بافون إذا ودكم يعني. ونروح على التشكيلة اللي بعدها. إنتر ميلانو، سامويل إيتو، سامويل إيتو البرايم، مع الظاهرة لوتارو، فييرا، ماثيوس، باجيو، كانافارو، زانيتي، حكيمي، بلانك، هاندانوفيتش. في الدكة عندنا باريلا ودي أجربه، وإيرنان كريسبو، ممكن نزيد الدكة صراحة، لكن هذه تشكيلة إنتر. إيتو مع الظاهرة، إيتو مع الظاهرة. ونروح على التشكيلة اللي بعدها. الجار 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 الجار، ما في ولا لاعب جديد، في شفشينكو، كريسبو، كاكا، ممكن انتظر المومنت، غالبا حنتظر المومنت عشان ابا كاكا مومنت، وكريسبو مومنت، وشفشينكو مومنت، خلت مالدين، ابا نيستا مومنت، زمبروتا مومنت، ولكن عندك ثيو هرنانديز، البطاقة هذه حتكون جدا جامدة. فريق الميلان مش بطال، هجومية ممكن يتعبني شوية الاثنين اللي قدام هذول، لكن دفاعيا ممتاز، والوسط ممتاز، قدام بس لك شوية عليه كلام، لو انزنقنا ممكن نجيب الظاهرة. ونروح على التشكيلة اللي بعدها. تشكيلة الثلاثين السنة الماضية، ريال مدريد مع واحد جديد، اثنين صراحة، لانه ما في بطاقة المدريتش ولا المرسلو السنة هذه، ولا مندي اخضر، فعندنا حيكون في الدفاع كانافارو، راموس، السنة الماضية كان هيرو، كارفخال، كورتوا، روبرتو كارلوس، إسيان، وزيدان في المحاور، راؤول على اليمين، بوشكاش يسار، كريستيانو والظاهرة، كريستيانو والظاهرة، ملقوها. نروح اللي بعدها، واتوقع انه هيكون برشلونة. البرشلونة، البرشلونة اكثر هجوم ممكن تحتار فيه. مارادونا حخليه ضد في ميكس ارجنتين المانيا، لانه ابغى اجرب ايتو، ابغاهم يعني الجيل هذا كان يلعب مع بعض، ايتو رونالدينو وكرويف لازم، وميسي قله ادب لو ما حطوه، تشافي، وان شاء الله ينزل كرت لينيستا عبال ما يجي في دورهم، لكن ما اتوقع هو نزل، اتوقع في ايام تشكيله السنه ديونج حيلعب لو ما نزل لينيستا سبيشل. عندك في الدفاع البا، زامبروتا، كومان، بويول، وتيرستيجن. في الدكه ممكن اجيب مارادونا، ديمبلي، وكم لاعب عادي. نروح على التشكيلة اللي بعدها. فرانس يا فرانس يا فرانس، تشكيلة 29 والطرب السنة الماضية، عندنا زيادة كانتونا السنة هذه، الدفاع لوريس، دي ساي، فران، أدري أنه سيء الحين لكنه بطل كأس عالم وبطل أبطال أوروبا، نهدى شوية، ثيو هرنانديز، وميندي على اليمين. ممكن أحط بلانك يعني، بس أبغى فران، جربنا بلانك، حنجربه في الانتر وحنجربه في توقع ميكس ثاني موجود بلانك. عندنا في المحاور كانتي وفييرا وابن امك تمر، وفي الهجوم عندنا الاربعه هذول، امبابي وزيدان وهنري وكانتونا. نروح على التشكيله اللي بعدها، واللي اتوقع البرازيل، البرازيل، لا برازيلا، لا برازيلا، لا برازيلا، لا برازيلا، انواع الخفه برضو من اكثر الفرق اللي استمتعت فيها يا اخوان السنه الماضيه. عندنا دييغو كارلوس مع كارلوس البرتو، وبرونو بيريز مع روبرتو كارلوس، وإيدرسون في الحراسة، إيه نعم إيدرسون. وفي المحاور عندنا كاكا، سقراطيس،
وعندنا الأجنحة نيمار والدينهو وقدام بيلي والظاهرة وستر يا ستار على الخفة. يعني الخفة تلاقيها عند النيمو ولا عند بيلي ولا عند الدينهو، ظاهرة لك عليه شوية في الخفة لكنه دبدوب سوبر. ونروح على التشكيلة اللي بعدها. طيب خلصنا كل المنتخبات وهذا، الباقي حيكون ميكس، والميكس يكون له سبب ولكن مو لازم يكون الميكس يعني سببه مثلا هذه المباراة، مو لازم يكونوا لعيبة هذه المباراة هم الموجودين فقط. المثال الأول إسبانيا وهولندا نهاية 2010، ونروح نشوف ممكن ألاعب نيستا غصب صراحة بعد ما تذكرت، لكن ما أدري أعطونا رأيكم. عندك هنا للأسف ما نزلوا أنسو فاتي توقع في الفيوتشر ستارز، مع أنه ممكن ينزل في دفعة ثانية. عندك روبن على اليمين المنحوس، عندك كرويف، وعندك هجوم هولندي بحت، والوسط ميكس اسباني هولندي تشافي توريس، طبعا توريس هيكون في الهجوم، وخلت. ايش هذا؟ مين المحاور يا ابو كبات؟ لازم في تغيير، لازم نيستا يخش يمكن مكان اوفر مارس يصير هو لا لا المحاور خلت وهذا والباقي هجوم، معلش. وعندك الدفاع راموس وفان دايك الاظهرة، هذا اتوقع اسمه جرين مالاد ولا حاجه زي كذا، ونفاس وفان دير سار. ونروح التشكيله اللي بعدها. الميكس اللي بعده ايطاليا المانيا نهائي 2006، واتوقع بعد طبعا اذا سويت المقطع قبل بدايه المقطع اذكر لك مبارياتهم وكم مباراه لعبوا، يعني غالبا هيكون قليل انهم منتخبات، لكن المعروف نهائي 2006. وعندك ديل بييرو، وصح نهائي 2006 ايش، صلي صلي على النبي نصف نهائي المشهور اللي سجل فيه ديل بييرو. عندك باجيو، عندك رويس، عندك في الوسط بيرلو، كيميتش، ماثيوس، في الدفاع إيطالي أغلبه إلا فيليب لام، مالديني، نيستا، زامبروتا، ومانويل نوير. هذه متردد شوي لأنه ما عندهم نهائي ولا شيء مهم، لكن ممكن نروح التشكيل اللي بعده. قلنا إسبانيا هولندا، هنا هذه تشكيلة عجبانية يا أخوان، وهذه التشكيلة فيها شوية على الأقل إنصاف لمانشستر سيتي اللي طلع يعني قريب لكنه مؤدي، فيستاهل له لقطات تيجي في المونتاج أي حاجة نلعب بلاعبينه، هذه هي الفرصة. عندك دي بروين، برونو، برناردو، كريستيانو رونالدو نسخة مانشستر يونايتد، روني، راشفورد، تيليس، فيردناند، فيديتش، كانسيلو، شمايكل اللي لعب في الفريقين، عندك أغويرو لكن أنا ملعب برناردو عشان يشبك معاه. لكن هذه هي تشكيلة ميكس ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. تشوف نفس الفريق كريستيانو حق مانشستر، روني، بعدين تشوف أغويرو مثلا، قصدي برناردو أو أغويرو مع دي بروين، بعدين تشوف برونو وراشفورد اللي يلعب الحين، بعدين تشوف الثنائي العظيم فيردناند وش اسمه فيديتش وش مايكل اللي لعب في الفريقين، أشوفها صراحة حلو. نروح على التشكيلة اللي بعدها. ديربي الأمازونيين، ديربي الغضب، با 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 با، هجوم انتراوي بحت إلا كاكا وخلت حتى الوسط. عندك فييرا لعب في الفريقين، الظاهرة لعب في الفريقين، باجيو لعب في الفريقين، وعندك إيتو، عندك كاكا، عندك خلت، عندك مالديني، عندك بلانك، عندك ثيو، عندك زانيتي، عندك دوناروما. تشكيلة فيها كم لاعب؟ واحد، اثنين، ثلاثة لعبوا في الفريقين، والباقي من الجيران، واحد من هنا، واحد من هنا، واحد من هنا، واحد من هنا، الأبرز يعني. وصراحة أشوفها تشكيلة جبارة، الوسط جبار، الكامات هي اللي ممكن لك عليها لكن ممكن استمتع فيهم بالذات إذا كانوا مومنت. وعندك هجوم الصلاة على النبي، والدفاع الصلاة على النبي. نروح على التشكيلة اللي بعدها، وأتوقع هي التشكيلة اللي بعدها أتوقع كلاسيكو. التشكيلة اللي بعدها دمار، نهائي اليورو 2000 والله نسيت 2016، فرنسا والبرتغال، واخيرا نجرب باغيرا اخيرا. هذه التشكيله والله قويه يا اخوان، والله قويه مره، والله قويه. كريستيانو رونالدو في المقدمه لعب النهائي، عندك ايزيبيو طبعا ما لعب النهائي، زيزو ما لعب النهائي لكن لعب 2006 ضد البرتغال، وعندك فييرا اتوقع برضو لعب 2006 ضد البرتغال، عندك امبابي والله ما ادري اذا كان موجود لكن ما اتوقع لعب، اتوقع كان وقتها غريزمان، ما كان في مبابي لكن هيلعب مبابي غصب، كانتي لعب النهائي، ديسايي الله اعلم اذا لعب مع البرتغال لكن هو اللي هيكون القلب، او بلانك واحد منهم، وعندك فاران بما انه لعب نهائي 2016،
وتيو هرنانديز ما ادري اذا لعب اي شيء في الحياه او حتى كانسيلو، لكن اتوقع كانسيلو لعب، ولوريس اللي اتوقع كان الحارس يومه. عندك بوجبا في الاحتياط، ريبري بما انه لعب 2006، فيجو 2006، وبرونو فرنانديز ما لعب ولا شيء، لكن برضو ممكن نستخدم تشكيله قويه ونجرب بقيره اخيرا ميكس جدا اسطوري. نروح تشكيل بعد الكلاسيكو، جهه هنا ولا جهه هنا، ولا ميسي ولا الدينه ولا الظاهره ولا كريستيانو. الظاهره وكريستيانو مره ثانيه، لكن هذه المره كريستيانو مع ميسي، والظاهره مع الدينه، وزيدان مع تشافي، وفاران وراموس، زامبروتا وكارلوس. دفاع مدريدي بحت، لا زامبروتا برشلوني. عندك تشتيجي، عندك 1 2 3 4 5 لعيبه من برشلونه. هذا لعب في الاثنين وبس، هذا الوحيد اللي لعب في الاثنين من التشكيله هذه. تشكيله برضو اسطوريه، في مكسات جبار راح تكون. ونروح على اللي بعدها، وين وقفت انا؟ هذا شفناه، هذا يا اخوان لاتسيو بارمو، لكن خبصت الدنيا. افكر اسوي في النهايه الفرق الايطاليه اللي ما اعطيناها فرصه، نابولي، فيورنتينا، بارما، لاتسيو، هذول الفرق اجمع لعيبتهم كذا، ما اخلطهم خلاط، مارادونا مع كريسبو مع بافون مع كانافارو مع نيستا مع نيدفيد، مع اخبص كذا الدوري الايطالي، وممكن نسوي تشكيله. لكن نسحب له الحين. التشكيله هذه فيها 3 نهائيات فلازم تتسوى، صح انه الهجوم في مركز تعبان، ما ادري شو هو، اتوقع الدفاع، لا الدفاع كويس. الزبده انه تشكيله ما هي مره على الملعب، لكن لازم تسويها. عندك الليو ممكن يشيل الفريق معاه مارادونا خفيف، عندك كريسبو، عندك ديبالا، عندك ريكيلمي اللي قدام أرجنتيني بحت، كيميتش، واتينج، ماثيوس، لام، وزانيتي، ونوير في الاحتياط، في بلك، في رون، وشفنستايجر. بس أرجنتين ألمانيا فيها تاريخ كثير، فيها 3 نهائيات. نروح على التشكيلة اللي بعدها، هو 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 ختامها مسك، نهائي 1998 البرازيل فرنسا، 2006 نصف نهائي إذا ما خب... ربع نهائي برازيل فرنسا برضو، يوم ما كان هدف تيري أونري. لكن التشكيلة هذه قوية بزيادة يا إخوان، يعني متعة، يعني إيشي متعة، يعني إيشي متعة. في الحراس أليسون، قدامه قلوب فرنسية بين بلانك وديسي، أظهرة برازيلية ألبرتو وكاروس، محاور فرنسية فييرا وزيزو، أجنحة أنا أشوف أنه نخليها كامات 4-2-2-2، والنيمو يكون الدكة، وندخل الدينه، ويصير الكامات منوعة، فرنسي فرنسي برازيلي إمبابي والدينه، وقدام بيليه والظاهرة من لا قوة. في الدكة ممكن نجيب نيمار وهنري احتراما لهدفه على البرازيل اللي سجل الأهداف 1998. عندك بيتي وزيدان أتوقع هدفين، لكن التشكيلة طرب. بس كذا ورناكم كل التشكيلات قابلة للزيادة. أبغى أستمتع لين نهاية فيفا، أبغى أشوف الكروت اللي تنزل نستخدمها، نسوي تشكيلات بالهبل. أبغى على مر العصور هي الأساس إن شاء الله لفيفا 21. أعطونا ميكسات تحت، ولما تشوفوا ميكس حلو أعطوه لايك عشان يطلع فوق في الكومنتات ويكون لايكاته كثير. أعطونا مثلا تعديلات على التشكيلات اللي سويتكم إياها، تبوا لاعب معين بدل لاعب معين ولا شيء زي كذا، تبدل نبدله، وحطوا برضه في الكومنتات. وإذا شفت شيء كويس أعطيه لايك عشان يطلع فوق. بس والله ألقاكم بالمتعة، ولا تنسوا اللي يبغى تيشيرتات أصلية ار بي جيرسيز B22 والكود الخصم. يعطيكم العافية على المشاهدة، نشوفكم في المقاطع الجاية، مع السلامة.